بالنسبة لدانيل فيل، مكافحة الحرائق مجرد جزء من عمله، ولكن الورم السرطاني جعله يواجه الموت في معركة أخرى لإنقاذ حياته. استمرت طريقة الشفاء القديمة وهي مبحث المنعكسات وترسخت، ولكن كيف تكون الأيدي والأرجل مصدر شفاء باقي أعضاء الجسم؟ سواء كان الاكتئاب أو المزاج السيء أو اليأس، فالعديد منا يصاب بالإحباط، والبعض يجد الشفاء في وصفة بروزاك الطبية، ولكن هل البديل الطبيعي سهل كإشعال الضوء؟ اعتمدنا على الطبيعة منذ البداية، وليس لتقديم الغذاء والدعم لنا فحسب، بل لشفائنا، وعليه سنكتشف كيف يمكننا الحصول على البراعة في البستنة لنتمتع بصحة جيدة. كان هذا عالم دير العملي، ومحطة الإطفاء جعلت حياته على استواء واحد. كرجل إطفاء، حياتي معرضة للخطر، ولكن هذه هي الوظيفة التي اخترتها. ما علي سوى القيام بها وأن أعتمد على نفسي قدر الإمكان. قد أنجح فيها، فأنا أدخل إلى منطقة الحريق في مبنى يشتعل ودرجة الحرارة عالية للغاية، وقد أصبح مضطربا وتائها لا أرى شيئا، لذا قد نعلق في أماكن ومواقف مروعة للغاية. تعرض ديريل لمواقف مخيفة في هذه المهنة، ولكن لا شيء يقارن بما حدث معه عام 83، حيث كان الحريق بغرفة فحص أحد الأطباء. بدأت أشعر بصعوبة في التنفس وبدأ صدري يضيق. اعتقدت بأنني مصاب بالتحسس أو بشيء ما، لكنني أنكرت حقيقة ذلك. كان التشخيص أخطر بكثير من مجرد حساسية، ويهدد بعاقبة على وشك الحدوث. قال بأن لديه أسوأ الأنباء، فلقد تبين من التشخيص أنني مصاب بالسرطان، ولدي ورم في صدري بسمك 5.5 بوصات، ويجب إزالته في أسرع وقت، وإلا سأموت خلال أيام. وهنا تشعر بالضياع الكامل وبأنك فقدت السيطرة على جسمك. لقد انتصر عامل الخوف. تم إدراك خوف ديريل، وبإصرار من عائلته سلم نفسه إلى وكالة مراقبة أمراض السرطان، وأمله الوحيد يكمن في الجراحة الفورية والتقيد ببرنامج المعالجة الكيميائية والمعالجة بالراديوم، وذلك لمدة 6 أشهر بعد إجراء العملية. طلبت يومين مهلة للتفكير بالأمر، ولكنهم قالوا عليك إجراء العملية فورا، وقلت لا، أنا من خلق هذه المشكلة وأنا من سيتخلص منها. قلت لهم بأنني لن أخرج سالما بطريقتهم في العلاج، وتلقيت مكالمة من اختصاصي علم الأمراض الذي قال بأنني أقوم بانتحار اجتماعي وبأنني فقدت الأمل وأسعى لمحاولة لن يكتب لها النجاح. كلمات محبطة، ولكن ليس لديريل، فكل ما يقوم به لم ينجح. زاد تصميمه على إثبات أن الجميع على خطأ، وعليه قرر خوض التجربة بعزيمة. كان علي أن أنظف جسمي وبأفضل طريقة وبسرعة الممكنة، فبهذا سأشعر بالتحسن وسوف أصبح أكثر قوة. هذا بالطبع يحتاج بعض الوقت، لكنه يجعل جسدك قادرا على رد الهجوم. بدأت بتغيير طعامي واتبعت نظاما نباتيا قائما على الحبوب والبقوليات والخضار والمكسرات والبذور والأعشاب البحرية. فالأطعمة الحيوانية ثقيلة على الجسم، وكذلك المشروبات الروحية والتدخين. أقلعت عن التدخين وتجنبت كل ما اعتقدت أنه منبه. تخلصت من كل ما اعتقدت بأنه قاس على جهاز الهضمي. بطبيعة الحال كنت مدركا أن مثل هذه الأمور سوف تحتاتن، وأنها لا تحدث في يوم واحد فقط. وأثناء بحثه عن البدائل، حول ديريل أنظاره إلى الطب الصيني التقليدي وفلسفة تشي، التي تقول بأن الصحة والكمال يأتيان مع وسائل السعادة والطرق الأخرى التي توفر التوازن للجسم والعقل والروح. الوخز بالإبر طريقة من المعالجة.
تدخل إلى مناطق الطاقة في جسمك لتوفير التوازن الأفضل وحركة دوران الطاقة الداخلية الأمثل. فعليك أن تضع إبر الوخز في مناطق محددة في الجسم وتقوم باختيار خطوط التصنيف المختلفة للتحكم في انسياب طاقاتك. وهنا إما أن نزيل الطاقة الزائدة أو نؤكد على عالية جزء من تدفق الطاقة، وبعدها نقوم بدعمه وتعزيزه. إذن ولكي نحقق التوازن في الطاقة لدعم قوة الجسد الشفائية، نستخدم طريقة المعالجة بالإبر. يمكنني شرح ذلك بطريقة واحدة. أنت تمتلك سيارة تعمل بسبعة سلندرات ومع ذلك لا تستطيع الصعود إلى الأماكن المرتفعة. وهكذا خضعت للعديد من المعالجات بالطريقة الصينية بالوخز بالإبر، مما ساعد جسدي على العودة إلى مساره السابق. جرب ديريل كافة أشكال العلاجات البديلة، كاتشياتسو وهي معالجة الأمراض بالتدليك، والوخز بالإبر التي تعمل على تنبيه نقاط الضغط في الجسم، إلى أن وصل إلى فانكوفر حيث عثر على طبيب يعالج بالأعشاب. كان استثنائيا، فهو مطلع ونبيه وأمضى حياته في دراسة الجسم البشري ونوعيات الأعشاب التي تقوي الجسم وتطهره. اكتشف ديريل أيضاً نوعاً من التمارين الخفيفة يسمى الارتداد، وصمم لتحفيز السوائل في الجسم. عندما يمرض البعض ينامون في الفراش، لذا لا تعمل أجسادهم. الارتداد عبارة عن تدريب خفيف يساعد على تحريك السوائل في الجسد، وخصوصاً الجهاز الليمفاوي المخصص لعمليات التنظيف والمساعدة في مقاومة الأمراض، ولمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة ولمرتين يومياً. هذا يجعل كل شيء في الجسم محفزاً. اقتنعت ببعض الأشياء كمسح الجلد، واستخدمت الملح الإنجليزي، واقتنعت أيضاً بالحمامات البخارية. فالتعرق يساعد على التخلص من بعض السموم، وبعدها تعمل المياه الباردة على تمتين وتماسك الجسم. بشكل منتظم قمت بكافة أشكال هذه المعالجات. اكتشف ديريل بأن الجسم والدماغ يعملان معا، وكل منهما يؤثر على الآخر، وبالإضافة إلى المشي الهادئ تحول إلى التأمل والتصور والتخيل. عززت نمط حياتي، قمت بالقليل من التمارين وعمليات التأمل والتفكير، وكنت أفكر بالأشياء الإيجابية. غيرت أسلوب طعامي وخضعت للمعالجة بالوخز بالإبر، وراجعت اختصاصيا في المعالجة بالأعشاب، وعدت قويا ومعافا كما كنت في السابق. التفكير الإيجابي كان مهما لديريل، وخاصة للتعامل مع شكوكه الذاتية. تحتفظ بالقليل من الخوف في الذاكرة متسائلاً إن كنت تفعل الشيء الصحيح. لقد وقفت عائلتي إلى جانبي. كانت الأسابيع القليلة الأولى قاسية عليهم. كان الخوف يتملكهم لاعتقادهم بأنني أفعل الشيء الخاطئ، وكان علي إقناعهم بأن ما أفعله سيحقق النجاح. لذا أكدت لهم بيفكرون به لن يحدث، وقلت بأنه لا يوجد أمل في أن يهزمني المرض. عليكم التحلي بالشجاعة للخروج من هذه الأزمة، وكان عليهم أن يثقوا بكلامي فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات. وبغض النظر عما يجري في الخارج، كان ديريل يعلم بأن شيئا إيجابيا يحدث في الداخل. كنت أعلم بأنني تحسنت من الداخل، ولم أكن متأكدا من أنني تخلصت من المرض. وبعد 8 أشهر من تشخيصه الأولي، شعر ديريل بالتحسن واستأنف عمله، ولكن رب العمل ألح عليه لإجراء المزيد من التحاليل. لم يصدق الأخصائي حظه، لقد اختفى الورم، ولكن ديريل يعلم أنه لا علاقة للحظ بما جرى. كان الأمر كدخولك من باب عليك الخروج منه ثانية. فنحن نؤذي أنفسنا بتناول المشروبات الكحولية أو الطعام الضار، كما نتنفس هواء ملوثا ونشرب مياه غير نظيفة. أنا عدت من الباب نفسه، فأنا أؤمن بأنك إن رغبت بالحياة يمكنك تحقيق ذلك، وهنالك عدة بدائل تجعل منك شخصا أفضل، ولكن عليك البدء من مكان ما وأن تؤمن بنفسك وأن تبدأ بتغيير حياتك بشكل كامل. عليك أن تؤمن بما تفعله، وإذا استطعت أن تجعل تفكيرك منصبا على الداخل ليكون معك ويعمل معك، يصبح كل شيء ممكنا.
نحن نعتمد كثيرا على أقدامنا، إنها تساعدنا على الوقوف وعلى حفظ التوازن، ويوميا تقطع العديد من الكيلومترات، وليس مستغربا بالتالي أن تشعر أقدامنا بالتعب. تدليك القدم ربما يشعرنا بالسعادة، ولكن ربما يكون هناك سبب آخر ليعطي المرء لأقدامه المسؤولية لكي تعمل على شفاء نفسها بنفسها. وعليه فالقدم هي الأساس في معالجة تسمى مبحث المنعكسات. الجسم مقسم إلى 10 قطاعات عمودية تبدأ من رؤوس أصابع الأرجل إلى أعلى الرأس، وكافة أجزاء الجسم توجد داخل منطقة واحدة مترابطة، وهي التي تستخدم الضغط على جزء ما من الجسم للمساعدة في التخلص من الألم. يعتقد أخصائي مبحث المنعكسات بأن الجهاز المنعكس الذاتي يعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز العصبي. الجهاز العصبي والجهاز المنعكس يعملان معا على تحفيز جهاز الحركات العصبية لتنظيف وإزالة الكتل والانسدادات وإعادة الجسم والعقل إلى حالتهما المعتادة. وبتوجيه الضغط على نقطة الانعكاس اللا إرادي في القدم أو اليد، يستطيع الأخصائي تنبيه الطاقة في جزء آخر من الجسم. تستخدم المعالجة بمبحث المنعكسات من قبل شخص مؤهل، وقد يشتمل موعدك الأول على الاستشارة الأولية لمعرفة التفاصيل عن تاريخك الطبي والخلفية المتعلقة بنمط حياتك. في الزيارة الأولى أرغب بمعرفة القليل عن ماضيهم الطبي إذا ما تعرضوا لأي حوادث أو عمليات جراحية، ولا أنوي معالجتها ولا يتوجب علي ذلك، لكنني أتوخى الحذر، ففي غياب العلاج أرغب في تحديد الوقت ما أمكن لي ذلك. تبدأ المعالجة بطريقة الاسترخاء لتهدئة الجسم وتليين المفاصل. يدلك المعالج كامل القدم قبل التركيز على أماكن الخلل. صمم الضغط على اليد أو القدم لأن يكون غير مؤلماً، ولكن إذا شعرت بالوجع فهذا مؤشر على تقييد الطاقة وبالتالي تحريرها وإزالة المعوق. إذا تواجد انسداد في تلك المنطقة ننظر إليه وكأنه سد، وعليه لدينا انسداد في هذا السد. هذا الانسداد قد يؤدي إلى انسياب أو توقف التدفق الملائم للدورة الدموية، وبالمعالجة بطريقة مبحث المنعكسات نحن نعمل على دوران الدورة الدموية لإزالة المعيقات والوصول لحالة الاسترخاء، وذلك لنبقي العضو معافى. تستغرق المعالجة من نصف ساعة إلى ساعة، وهذا يعتمد على الأعراض، فبعض الأشخاص يشعرون بالاسترخاء والبعض يشعر بتجدد الحيوية. هذه المعالجة جيدة أيضاً للأطفال، ولكن بجلسات قصيرة، حتى الأطفال قد يستفيدون من تدليك اللطيف على أقدامهم. إن كنت في مراحل مبكرة من الحمل عليك إبلاغ الأخصائي لتعديل طريقة المعالجة. مع ذلك لا ينصح بمحاولة معالجة نفسك بنفسك إذا كنت حاملة. لا مجال للإنكار بأن كل حياة تدفع ضريبتها، وكنتيجة لذلك ليس مستغربا أن معظمنا يشعر بالاكتئاب من وقت لآخر. توجد عدة عوامل تساهم في حدوث اكتئاب كالإرهاق، ولكن هنالك تأثير أيضا للعوامل الوراثية. ينظر العلماء إلى قضايا هامة كالسعادة والاكتئاب وعلى التفاعل ما بين الجسم والعقل، ليكتشفوا بأن الجسم قد يؤثر على الاكتئاب تماما كما يؤثر العقل على الاكتئاب. الطب ينظر إلى العقل والجسم والروح معا.
العشبة الشافية وهي نبتة سانت جونز مضادة للإرهاق، فلقد بينت الدراسات السريرية بأن العشب فعالة لمعالجة حالات غير حادة وحالات معتدلة من الاكتئاب، وذلك بدون آثار جانبية. لقد أثبتت الدراسات بأنه إذا ما أخذت عشبة سانت جون وبجرعات محددة فإنها تساعد على شفاء بعض حالات الاكتئاب من المعتدلة إلى العادية، وتساعد كذلك في رفع الروح المعنوية. يتوجب أخذ عشبة سانت جونز بشكل متواصل لعدة أسابيع حتى تعطي مردودا جيدا، واحرص على اتباع التعليمات. لا تعطى هذه العشبة للحوامل أو المرضعات أو الأطفال، فقد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بضربة شمس إذا كنت ناعم البشرة. لا تستطيع مقاومة الشعور بالراحة عندما تكون وسط هذا الجمال الطبيعي، ولكن هناك شيء يسر النظر أكثر متوفر في هذه الأزهار، إنها المعالجة بزهرة باتشي. كان الدكتور إدوارد باتشي يؤمن بأن المرض عبارة عن إظهار للأفكار السلبية، فمن خلال التجارب والاختبارات الدقيقة قام بتطوير 38 معنى استخلصها من براعم العديد من الأزهار، وكل منها صمم لإتمام أمزجتنا وشخصياتنا الفردية. المعالجة بزيوت الأزهار مفيدة لحالات اختلال التوازن الجسدي والعاطفي والعقلي والروحي، والإجهاد من الحالات المرضية الأساسية، والطريقة التي تساعد هؤلاء الأشخاص هي إعادتهم ثانية إلى حالة التناغم والانسجام والتوازن. العلاج الرئيسي هنا يسمى الموازن، وهو يستخدم لحالات التوتر والحالات المثقلة بالهموم والأحزان. الأنف يعلم، هذا ما آمن به المصريون القدماء، فلقد فهموا قدرة بعض أنواع العطور المعينة على شفاء الجسم والعقل، واستخدمت الزيوت الأساسية لتقوية الجسد وتهدئة العقل ورفع المعنويات. تساعد المعالجة بالعطور على حل مشاكل المجتمع المادية والنفسية وبطريقة الاسترخاء، فعندما يكون لدينا حالات من الصداع هنالك وصفة معالجة للصداع والأمراض النفسية الأخرى كالاكتئاب والقلق. يتطلب الأمر 8 جزيئات عطرية لتنشيط حاسة الشم وإرسال رسالة إلى الجهاز الخلوي في الدماغ المسؤول عن العواطف والذكريات والحدس. هناك تشكيلة واسعة من المحاليل الزيتية، ولكن لست بحاجة لتناول الأدوية للتعامل مع الاكتئاب. هنالك البدائل الطبيعية، تمرين صغير منتظم يجعلك تشعر بنفسك. الاكتئاب حقيقة محزنة، إنها خليط من القوى الاجتماعية والنفسية، وقد تكون على شكل مرض خطير، عندها يتوجب الاعتناء بالشخص المصاب من قبل الأخصائي. الزراعة العضوية طريقة لإنتاج الأطعمة، ونفذت لمعرفة الصلة الرئيسة بين الزيوت والنباتات والحيوانات وبين الناس. قامت كوني ميتشل مؤخراً بزيارة إلى مزرعة للمرور بتجربة العودة للأرض. لا شيء يضاهي الفواكه الطازجة، وخصوصا العضوية منها. معنا مارا، فهي وعائلتها تمتلك مزرعة فواكه. مارا، ما الذي يجعل الفواكه متنافسة وبشكل واضح؟ أهم ما يميزها هو الابتعاد عن الأسمدة الكيميائية المستخدمة. كل ما نشتريه منتجات عضوية؟ هناك العديد من الشهادات، ويمكنك رؤية الملصق عندها تتأكدين بأنها عضوية. عندما أفكر بشراء الأشياء العضوية من محل الخضروات أشعر بأنها أغلى من الأشياء الاعتيادية، ما رأيك؟ ازرعيها بنفسك، ويمكنك زراعة العديد من الأشياء هنا في فصل الصيف. وماذا لو كنت أسكن في شقة صغيرة؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ حسناً، يمكنك زراعة الكثير في الشرفة أو في أحواض خاصة كالبقوليات والخس والطماطم أيضاً.
إن رغبت في زراعة خارجية في أحواض أو في حديقة، فما المساحة التي أحتاجها وهل أستطيع القيام بذلك بأرض صغيرة؟ جاءتنا الفكرة من أوروبا قبل مئات السنين حيث بدأوا بالزراعة وكانوا يتمتعون بصحة جيدة لدرجة أنهم لم يكونوا بحاجة لزراعة أطعمتهم. إذن علينا العودة إليهم. أجل، هناك زراعة أسهل؟ بالتأكيد، وكما قلت سابقاً الأطعمة العشبية، وأعني البقوليات والخس الخاص المميز المرتفع الثمن وغيره من الأشياء السهلة. هذا رائع. المهم، من أين نبدأ؟ ابدأي بالمكتبة المحلية بأخذ بعض الكتب الخاصة بالبستنة العضوية، اذهبي إلى المشتل الزراعي لتقولي لصاحبه بأنك مهتمة بزراعة الأطعمة المتناسقة عضويا، وعندها ابدأي بجني المحصول. جيد، إذن بشرائك للمنتوجات العضوية فأنت تقوم باستثمار مالي وبيئي، فهي من نوعية جيدة ولها رائحة مميزة. في النهاية شكرا لك سيدة مارا. أهلا. تزايد الطلب على المنتوجات الخالية من المواد الكيميائية في كافة أنحاء أمريكا الشمالية، وبدأ الكثير من المستهلكين بالبحث عن طرق أفضل لحماية التربة وتفادي المواد الكيميائية، وبطريقة أفضل لدغدغة الذوق لديهم. الأطعمة النامية طبيعياً والأزهار يعملون بطريقة أفضل عندما يصبحون جزءاً من الخطوة الكمالية لكافة أشكال الحياة. وكالعادة، لا تحاول تجربة أي برنامج علاجي دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة.